طبعا احبتي المشاهدين راح تستغربون ليش هاي العلبه بايدي. طبعا هاي العلبه اللي النجوم اللي حصلوا على اعلى درجات اللي هم 5 ضيوف اللي قلت لكم بيهم وشاهدتوا اجوبتهم. فهسه راح نجر القرعه. خليني اشوف هسه وين احطها. هي هاي كبرتي. هاي الخمس اسماء شوفوهم. جيبوا لنا هذا مال سمك الحوض. شوفوا مشاهدينا هسه نسحب لنا اسم. سعد رحيم كان نبدأ هنا وين خليه يجي يسحب لنا اياها. اسم سحبت اسم. يصير احط اسم وياهم؟ ها؟ طبعا جائزه ماليه زينه هي. يشوفون ردن بتروح بيها؟ هسه وين احطها؟ اتكتك بيها هيجي. نحط هنا. خلينا نشوف من النجم اللي فاز ويانا. صدق مخته قوي. النجم اللي فاز ويانا رزاق احمد. الف تحيه للنجم رزاق احمد. طبعا رزاق احمد شفتوا هو طبعا درجته مو 100 بس هو حلفني قال اريد 100 حلفني بالوائلي قال بداعه الوائلي وسبحان الله شوف فاز. لاحته شويه مو بخت الوائلي رحمه الله على روحه عميد المنبر. فهسه عندنا رزاق احمد فاز بمبلغ مالي. هسه نتصل برزاق احمد. اضغط على علامة النجمة مرتين أو أي مفتاح آخر مرتين ب 1500 دينار. ألو. حب رسلي. يا عمر شلونك؟ شلونك شو أخبارك؟ فدول وجهك. أبو آدم دقيت عليك بداية مغلق. النوب هسه دقيت عليك شوي الله جاوبت النوب خلاص رصيدي. ها؟ الخطيه ابو ادم حبيبي انا هسه فاتح ميكروفون وجاي نصور الحلقه الاخيره من برنامج شو تحب. عندنا خمس نجوم هم اللي حصلوا على الدرجات. تذكرت من حلفتني بالوائلي اعطيتك 100 فسوينا قرعه انه انت فزت بالهايه معدله صدق معدله وجدتك جائزه تفلش سوينا قرعه وطلعت انت فهسه الجائزه شنو؟ وعلى نيتكم ترزقون صدق هسه ترزقون غير انا سحبت الجائزه وطلعتك هسه شنو بالنص ثاني غير جائزه كبيره هي وقيمه اذا كبيره قل لي عليها اذا قيمه قل لي عليها والله الجائزه يعني جائزه ماديه يعني كبيره من القناه اللي هي قالت يفوز بالفقره تنجح وربح له جائزه قيمه تذكر من قلنا لك بوقتك تعطيني 100 فانت فزت ويانا وهاي الجائزه الك تجينا باكر للقناه الساعه بالخمسة راح ادزلك رقم الاخوه هنا بالقناه حتى لان انا ما موجود يسلموك الجائزه وانا بخدمتك. حبيبي الفطوم اول شيء هو صجم مو فلوس؟ اي صجم طبعا فلوس. هلا اقول لك شغله احنا يعني تعرف رمضان ومقبلين على عيد صح؟ مقبلين على عيد. فانا من قلت لك اعطيني 100 اول شيء يعني ما محتاج الحمد لله الله مكي يعني مشيها وياي صح فهاي هاي هاي هدية من عندي اكو ناس تستحق اكثر من عندي صح اعطيهم اياها اها هاي الهدية يعني انت معنى مثل شلون اعطيها؟ انا ما اقدر اتصرف بها القناة يعني هم مخصصين الهدية الك فانت يعني انت اذا تحب تنطيها كيفك؟ شوف وزعها شوف عندي حل عندي حل عندي حل عندي اقتراح حاضر شنو؟ شنو رأيك؟ يعني أنا بس بكيفك أنت اقتراح فقط. شنو رأيك هاي فلوس فلوس الجائزة نحولها إلى سلات غذاء نوزعها للعوائل. بس بحضورك حتى تعرف أنت الفلوس وين راحت. إذا ما تجدت إحنا ما لنا علاقة، الفلوس أنت تاخذها. بالعكس هسه أنا أي شيء بخدمة لهذول الناس أنا أجي بدون مقابل يعني أجركم.